الحمد لله عاصمة الأنوار وداروا هاد الحافلات ممتازين، ومواطن المغربي غيبقى راحته في الركوب فيه، في الحمد لله الكليماتيزي فيه، الوي في فيه سيكيريتي، وهادشي راه صالح المواطن المغربي. سيرتو هاد الرباط وصل خصهم الناس يكونوا شويه معقلين، والثمن مناسب، وهذاك الثمن الحمد لله راه تتركب من هنا حتى سعيد حجي حتى سيدي موسى بخمسة دراهم، مزيانه ممتازه، وتيلقى المواطن المغربي الراحه. الصراحه كاين فرق ما بين الطوبيسات قدام وما بين الطوبيسات جداد، كيمشي الناس مرتاح، كيوصلوا بخير وعلى خير، ميم لا الثمن خمسة دراهم بخير وعلى خير، غير حنا نكونوا خصنا نكونوا فينا النظام شويه، خصنا ننظموا ريوسنا بريوسنا، إلا حافظنا على الطوبيسات غنحافظوا على ريوسنا، هادشي اللي كاين. الطوبيسات جاوني مزيانين، هادو اللي خرجوا حسن كاع من هادوك اللي كانوا قبل. الفرق بيناتهم هو الطوبيسات هادو نقيين، خرجوا نقيين، نتمنوا على الله وعسى ما يوسخهمش ما يردهمش كما الاخرين، و الثمن مناسب واقتصادي بالنسبه للجميع، وكتطلع من الباب القدام كتخلص. بالنسبه للناس اللي بغاو يسلتوا ما كاين لا سليك لا والو، كاين الكاميرا كاين الوي في وزوين ولا كليم وداك الشيء خدام، هو هذاك عجبنا الحال. اسيدي فرحانين في الطوبيسات من اللي جاوا من اللي دخلوا فرحانين، كنا مكرفسين الطوبيسات القدام مكرفسين، والتاكسيات الا خرجتي من الخدمه مع الثلاثه ما كتوصل حتى الخمسه وسته، حتى الربعه ونصف الخمسه وسته على الدار كتوصل واخا رسله. دابا الحمد لله فرحانين والله العظيم، خمسه دراهم ثمن مزيان، ملي كيصك الطوبيس جديد وقريب سميتو ماشي مشكل، وكنا مكرفسين والله العظيم، الناس مكرفسين في الثمن في الطوبيسات والتاكسيات. الحافلات هادو راه مزيانين زعما، تبارك الله عجبونا اخويا، زعما تنقول لك زعما حافلات في متناول الجميع، ومتوفرين على الكليما والويفي والويفي، وزعما تنقول لك حافلات رائعين زواوني زواوني تبارك الله عليهم. غير هو الحاجه الوحيده اللي تنطالبوا بان سميتو الناس ديال الرباط سلا يحافظوا على هذه الحافلات، لان راه هذه الحافلات ماشي ديال الدوله، الحافلات ديالنا حنا اللي غنستافدوا منهم من هنا لقدام، وكنتمنى ان شاء الله هذه الحافلات يطولوا، وحنا الحاجه الوحيده اللي تنوصي بان هاد الناس هادو يحافظوا على هاد الحافلات، لان هاد الحافلات راه ديال الجميع، راه ديال الجميع، الا ما حافظناش عليها حنايا راه صافي، راه ما غاديش نستافدوا منها قدام، وهادشي اللي كاين. هم حنا زعما فرحانين بهاد الطوبيسات الجداد، هما في الحقيقه احسن من الاولين، الاخرين ولاو مكرفصين داكشي، ودابا كنتمناهم الله يكونوا موجودين بكثره، وخمسه دراهم راه ثمن مناسب بالنسبه للمواطن. احسن هما هادو، غير حنا اللي باقي ما عرفناش هما المحطات فين غادي نركبوا، اما احسن هما هادو صراحه، هي هادي احسن هادو. شحال هادي كنا معذبين شويه في الترونسبور، دابا الحمد لله. الطوبيسات تبارك الله، الله يكون داكشي مبرع وزوين، وهاد الاسطول اللي داروا ان شاء الله يخفف هذيك الحركه ديال النقل، وداك الاكسيدون اللي تيكون داك واحد الوقيته ديال الصباح اللي كيكون واحد الازدحام، هاد الاسطول ان شاء الله يكون يخف، وتنتمناو حتى من الكلين يحافظوا على هاد الوسيله ديال النقل، لان هي ملك للجميع، ملك للمواطن، والحمد لله هذه بادره جميله، ويحترموا الامور ديالهم، وانسان يؤدي الواجب ديالو من يطلع، ديك خمسه دراهم راه هي كيؤدي بها الواجب، باش داك الوسيله النقل واخا مضات راس ولا عيات نقدروا نشريو وسيله اخرى.